أهلا بكم إلى التفاصيل. في أحدث جولة من التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة والصين، قالت الخارجية الأمريكية أن الصين تجاوزت الحدود في مسألة التجسس في القنصليات، مشيرة إلى أن 60% من سرقة المعلومات التجارية لها علاقات بشركات صينية. وأضافت الخارجية الأمريكية أن إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن هو رسالة لبكين لوقف تجسسها الاقتصادي. يأتي ذلك بعد أن أغلقت الصين القنصلية الأمريكية في مدينة شينغدو جنوب غربي البلاد، وذلك ردا على إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن الأمريكية الأربعاء الماضي. الخارجية الصينية أكدت في بيان لها أن الرد ضروري ومشروع على الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي وصفتها بكين بغير المنطقية، وبأنها استفزاز سياسي ينتهك القانون الدولي.